Bonjour، je vais vous lire un chapitre de mon سبتمبر بروشان chez Actes إثر خروجي من القبر ولأيام بقيت أشعر أن بلغما قاسيا يتجمع في رئتي ويصعد إلى ما تحت اللسان من دون سعال حتى. هل هي فترة صمتي الطويلة أم أنه غبار التراب الذي عبر لفافات الأقمشة مستقراً في فمي ورئتي؟ لبثت زمناً أخشى فتح شفتي، ثم اتضح لي أن ما تكور وتجمع وقسى ليس بالفعل بلغماً، وإنما كلمات تحجرت فجرحت بلعومي وأثقلت أنفاسي. خسرت الكلمات وقد تحولت إلى فصيلة الرخويات عمودها الفقري فأضحت رخوة لزجة ومتلاصقة تزحف تاركة في أثرها خيطا صمخيا كالبصاق ذات يوم وقد ارتفع غثياني في الموج العالي جاءني القيء متدفقا غزيرا عاتيا فاستفرغت كل ما في أحشائي ثم كل ما في روحي، ثم كل ما في ذاكرتي. تقيأت حبرا وورقا وقتلة وكذبة وجلادين. باختصار استفرغت نفسي وجلست انظر اليها تتلوى في عصيرها على البلاط، تطبق شفتيها وتفتحهما كسمكة تنازع نصفها في الماء. نصفها في الهواء تستجديني أن أرجعها إلي فيما أنا ناظر إليها كالغائب كالناقم كعدو حين كنت ما زلت أكتب كنت أحب الكلمات تملأ مخيلتي فلا تدعي ولا تراوغ ولا تكذب علانية ودون ما خجل بل تتداعى متماسكة الأيدي كالقطار او تقفز راقصه منعدمه الجاذبيه متخففه من اي وزن لكني اليوم امس او غدا وقد فارقت الكتابه لاني ما عدت احتملها على الرغم من مقدرتي الخياليه على احتمال كل شيء أشعر بروائح عنتنا تدهمني ويخنقني تعفنها وسيلان سوائلها الصفراء أقاوم وأستيقظ كل فجر فأستخرج من ثقوبي ما اقتحمها واعتمل في دون ما استئذان أرميه في كرسي الحمام وأضلق عليه ماء غزيرا ومع ذلك يبقى يتسلل إلي الكثير لأني بخلاف سواي أو ربما كسواي لا أتقن فن التحكم وأخذ مسافة من الأشياء تطمئنني من الزهرة قائلة إن النتن هذا حقيقي وأن الخارج هو مصدره وتبدا تحكي عن ازمه نفايات لا تجمع ولا تعالج بالشكل الصحيح وتبقى تتراكم جبالا سوف تنهار في النهايه حتى تدفن البلاد بمن فيها تحكي ولا اعيرها انتباها اذ اركز على تلك المسافه التي ينبغي ان اخذها وينصحني بها الجميع ولا ادري من اين اتي بها كي ابقيها معي كما يفعل الاخرون اذ يحملونها اينما حلوا ليضعوها حاجزا بينهم وبين الامور وافكر انها لابد ان تكون من ماده صلبه جدا والا فكيف تحمي ويحتمى بها وافكر انها ولابد كبيره او ذات حجم معين والا ما صمدت وما نفعت وأفكر أنها قد تكون شيئاً افتراضياً يردع الآخرين ويوهمهم بوجوده مثل حائط من زجاج غير مرئي وغير قابل للكسر أو هولوغرام عازل يقي شر البلية في مطلق الأحوال أنا لست أملك تلك المسافة كأني عارٍ كليًا لبل أني عار من دون جلد وأعضائي مكشوفة للعيان أجل هذا أنا كائن افتراضي غير مرئي يخرقه الهواء أحمي نفسك مسترنون يصرخون بي لا تترك هكذا مشرعا تميل كيفما مالت الأهواء انفصل يا رجل، ابتعد ولا تلتفت إلى الوراء ايهما افضل الكتاب ام الشجره الشجره بالطبع الكتب في غالبيتها تموت وتلك التي تعمر قليله جدا وان تكاثرت على مر القرون يا الله لماذا لست شجره لماذا لست شجره لماذا لست شجره ايمكنك أي ان تجيب تطفو في راسي العائم بالقاذورات كمجلا سدت جمل تقفز من بين اصابعي ويدي هذه جمله كتبتها سابقا وما زالت برغم مواتي حيه تبعث تحت اللسان انه يوم الاربعاء تعلن الرزنامه الرزنامه تحكي وان طلب منها السقوط انا لا احب الاربعاء لعازر قام يوم السبت لعازر الذي من بيت عنيا التي بالاراميه تعني بيت البؤس والعناء العالم كله بيت عنيا اشعر بالعرق يسيل من جلده راسي ليس الطقس حارا ولا الشمس حارقه منذ قليل أن عشت روحي وقد غسلت وجهي ويدي ومسحتها بالمنشفة البيضاء التي في زاويتها اليمنى نقاط صدأ صغيرة تنتقل حين أقلبها إلى الزاوية اليسرى هذا أفعله في كل مرة يأتي دورها أن تعلق قرب مغسلة الحمام إنها المفضلة لدي لأني أتميزها من المناشف الأخرى المتشابهة فيما بينها لست ادري اين تراها تختفي لتعود فتظهر فجاه وكان شيئا لم يكن وكانها لم تحتجب عني لاسابيع اقبح ما في العالم هو التشابه والتكرار المناشف ترانا وجوها متماثله لا تتميز فيما بينها دوائر بخمسه ثقوب او سبع ثقوب اذا ما احتسبنا الاذنين المنشفه ليس افضل من ارجاع الكلام الى اصوله الكلام كله بات بلا اصول انهض كل يوم من فراشي كمن ينهض من ارض معركه من موقعه دمار من مقتله واول ما افعله هو سحب شباكي من مياه النوم ولملمة ما علق فيها من صور واجسام وافكار، القيها على الورق ثم القي الورقه في سله الحمام قبل ان اعيد لملمه شباكي بانتظار ليل ات لا محاله. هو الليل الذي ياتي كل ليل علي. والليل ملح. من كتب هذه الجمله؟ انا ما عدت اكتب. ولست اذكر لمن هي في راسي غيم في راسي ريح وقطن فيما مضى كان احب الكلمات الى قلبي ما كان منها خفيفا نظيفا واضحا ورشيقا وكنت افضلها بثلاثه احرف ابدل فيما بينها كمن يرمي مربعات نرد ملح حلم لحم محال حمل لمح لح حل مل حم مح ما قل ودل ما قل وان لم يدل ما يدل لا يقل ابدا مهما انكمش وضاق وكم تمنيت لو ارجع الكلام الى اوله لو اقيمه من القبر كما لعازر واسير به الى النور يا رب أكل هذا الكلام علي سال العازر لما أعدتني إلى الليل وما الذي فعلته حين أكون غافلا تمتلئ غرفتي بكلمات أمضيت نهاري في طردها عن وجهي كالذباب وإذ أخف للحظات تروح تنز من أذني وعيني ومنخري كما تسيل الدماء على غفله وبهدوء. جسدي كله يتحول الى مصنع يضخ الحروف. شياطين صغيره باذناب صغيره واسنان مسننه حاده والسنه لها رؤوس ثعابين تصرخ وتخربش وتئز قبل ان يكشها الضوء الخير المتسلل عبر النافذه. في البدايه كنت كسوايا غافلاً واضعاً رأسي بين الرؤوس ولم أكن لأفطن يوماً أن الكلمات هي عدوبي وأنها تتغلغل لتبست سمها تحت اللسان ولا دواء، لا لقاح، لا سلاح ذرات تتطاير في الهواء ذبذبات تطلع من الأرض وتهبط من السماء وباء تكتب كلمة تنهض من لا شيء، ترتدي ثيابا ويصير لها جسم ووجه، ثم يأتي من يحييها ويتعامل معها على أنها صاحبة الأمر والنهي. أحيانا تصنع عصابة وتبدأ تضرب كل ما حولها، وأحيانا حتى الموت. هذا ما جرى لي. كتبت اسما، فنهض الاسم من الورقة. وصار رجلا براس وقدمين